عنوان النشاط عم بتنظمه الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. كيف خلق المشروع بالأول قبل ما نفوت بتفاصيله؟ صباح الخير. صباح خلق النور. المشروع بأول شيء بدراسة بيّنت قديش في نسبة تحرش جنسي بالقاصرين والقاصرات داخل المدارس اللبنانية. في رقم؟ في أرقام كتير كبيرة، بس نحن تقريباً استندنا، ما عندي كتير فكرة، لسبب أنه نحن هيدي الأرقام ما بنعتبرها نهائية، لأنه مش كل الشباب والصبايا أو البنات والصبيان يلي تعرضوا للتحرش بيفصحوا عن هالموضوع، أو أهليهم بيحبوا يحكوا عن هذا الموضوع أو يبلغوا فيه، فالتبليغ عند الشرطة منه هو الرقم الحقيقي، هو نسبة لعدد الأشخاص اللي بيلجأوا لجمعيات مثل جمعيتنا تياخذوا النوع من الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. تقريباً قديش؟ ما عندي رقم. ما في رقم حدا، يمكن هذا بده دقة وقصة سرية صحيح. كمان ونحن للإفصاح عن 100%، لأنه كمان بس نسبيا هو عالي، هيدا اللي بدنا نعرفه. يعتبر عالي لسبب أنه نحن كنا مفكرين بالأول أنه الفتيات فقط هن اللي بيتعرضوا للتحرش، طلع عنا أرقام جدا عالية كمان بين الصبيان. فهيدا الشيء اللي خلينا نحن نحط فكرة برنامج لنمنع التحرش الجنسي داخل المدارس، تنبلش نوعي على هيدا الموضوع لفئة عمرية نحن بلشنا فيها من 12-13 سنة لغاية 18 سنة بالمرحلة الثانوية. كيف عم بتصير التوعية اليوم وأي مدارس؟ نحن في عنا 20 مدرسة، 5 مدارس موجودين بمحافظة الشمال بعدة مناطق، و15 مدرسة موجودين ببيروت. نحن بلشنا بالتوعية الاجتماعية والنفسية، النفس اجتماعية، من خلال مساعدين ومساعدات اجتماعيات بيروحوا على المدرسة بيعملوا ورشة عمل أو نوع من التوعية للأهالي للأفراد الهيئة التعليمية وبعدين للتلاميذ، وطبعا بيكونوا البنات والصبيان. بعدين بيجي محاميين ومحاميات كمان بيعملوا نفس التوعية من ناحية قانونية لتكون حمائية ويعرفوا شو بيقدروا يعملوا لما بيكون في عندهم أي نوع من المشكلة بهذا الإطار. بعدين بيوصلوا للمرحلة التنفيذية اللي هي بيتدربوا فيها على رياضة الدفاع عن النفس المعروفة بال أيكيدو. نعم. قبل ما نوصل لهالمرحلة رندا، قديش من بعد ما بشرتوا بهذه الحملة عم بتلاقوا أنه في أشخاص عم تتجرأ وتفصح عن تحرش هي تعرضت له؟ وبرأيك يلي ما فصحوا عن شيء قصة صارت معهم، شو لازم يعملوا؟ كيف لازم يتصرفوا؟ نعم، بنفهم نحن أنه في تابو اجتماعي كتير كبير، وعادة المتحرش بيكون من الأشخاص الموثوق بهم من قبل الأهل، يعني قريب أو يعني جار، يعني قريب، ممكن يكون جار، ممكن يكون أستاذ، ممكن يكون حتى رفيق بقلب المدرسة بس من الصفوف اللي هي أكبر، ممكن يكون حتى خال وعم ومن الأشخاص اللي بيقربونا. وهذا الشيء اللي بيفتح مجال أنه الولد يخاف. ليه؟ لأنه بيعتبر الكبير كلمته أصدق أو مسموعة أكثر من الولد يلي هو صغير بالعمر، وهذا الشيء اللي بيخلينا نلاقي صعوبة. حالياً نحن كتير لاحظنا من خلال المساعدات الاجتماعية يلي موجودين بقلب المدارس، من خلال الأسئلة اللي بتنطرح خلال ورشات العمل أو التوعية اللي هي عم تنعمل، عم نعرف من شباب وصبايا قديش هن في عندهم هيدي المشكلة وعم بيتعرضوا لها. وطبعاً عنا مراكز استماع وإرشاد بالهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة تقدر تتلقى هيدي الحالات ويقدروا أنه هن يساعدوا. قديش أعمار الأشخاص أو الأولاد يلي عم بيتعرضوا لتحرش جنسي؟ ما في فرق، بتبلشي من عمر 3 سنين 4 سنين 5 سنين لتوصلي لأعمار كتير كبيرة، حتى على مستوى صبايا وستات. بس نكون قاعدين بجلسات بين بعضنا بنحكي عن موضوع التحرش وقديش نحن بنتعرض له، بنبلش من السيرفيس لحديت لنوصل للشغل وللمدير أو حتى لأشخاص تانيين. بس بعمر معين يمكن بيصيروا يقدروا يدافعوا عن حالهم، حتى لو مش بطريقة الأيكيدو يلي عم يشوفها، بس أنه نوعا ما بصيروا كبار وبالغين وبيقدروا، غير الولاد يلي يمكن ما عم بيعرف شو عم بيصير معهم يعني. بس ما فينا ننكر أنه كمان نحن الوضع الاجتماعي اللي نحن عايشين فيه بخلينا نحس وكأنه الفتيات هن المذنبات بحق أنفسهم، لأنه والله لبست هيك، ظهرت بهالوقت. وبتعرفي كيف نحن منبلش نعطي تبريرات، وهيدا مجتمعنا. نحن اللي طبعاً عم نجرب نعمله من خلال إشراك الأهل وإدارة المدارس أنه هيدا الموضوع غلط، هيدا الموضوع ما في ذنب، المتحرش هو إنسان عم بيقضب على عمل خطأ ولازم أنه هو يتعاقب على هيدا الشيء. أكيد. نحن كنا عم نتابع مشاهد للتمارين، حاجة عم نشوفها سوا. يعني مثل ما قلنا أنه التحرش الجنسي طبعا بيكون مرضي أكتر لما يكون شخص عم يعمل تحرش جنسي بطفل أو بطفلة بسنينة الأولى.
ليروح لمنحى نفسي آخر بأعمار تانية. وقد ما الصبية دافع عن حالها طبعا قدام الأمر الواقع في مطرح في أذى جسدي ونفسي إذا ما راح على عملية قتل وعلى جريمة ممكن توصل لاغتصاب طبعا. هذا اللي كان بدي أقوله. نحن اللي عم نجرب نعمله من خلال الحركات اللي عم بيتعلموها ممكن يكونوا عم بيحموا حالهم من سرقة، ممكن عم بيحموا حالهم من محاولة اعتداء أو محاولة حتى اغتصاب. فهيدا الشيء اللي نحن عم نجرب نعلمهم اياه هو جزء كتير كبير منه هو ثقة بالنفس. لنكون صريحين، نحن كلياتنا ان كنا فتيات او شبان عنا القدرة انه ندافع عن نفسنا، عنا قدرة جسدية نرد، بس في شيء براسنا نحن عتلانين دايما هم انه هو اقوى مني. ليه؟ لانه عم نتربى هيدي التربية. بيجي هون دروس الايكيدو لحتى يقدر الكوتش والمدرب يلي عم بيدربهم والمدربات يلي عم بيدربوا الصبايا يقنعوهم بانه لا، حركة كتير بسيطة وما بدها قوة جسدية. وفينا نلاحظ من الصور انه الصبايا منهم مبينين عندهم قوة جسدية، رغم هيك هن قادرين انه يندافعوا عن انفسهم، قادرين انه يصدوا الاعتداء، وقادرين انه هن يحموا نفسهم بالآخر. مين يلي عم بيتلقى هول الدروس؟ هالصبايا هن مين؟ هالصبايا هن تلاميذ العشرين مدرسة اللي نحن استهدفناهم خلال هيدا العام الدراسي. هالصبايا اللي حيكون في حفل تخريج لإلهم رح يصير إن شاء الله بالأيكيدو. بالأيكيدو رح ياخذوا كمان شهادات من الاتحاد الأيكيدو الدولي اللي عندنا مكتب لإلهم هون بلبنان، ممثلين لإلهم، ومن خلالهم نحن عم نقدر ندرب الصبايا بشكل كتير محترف. آخر الشيء هن رح يكونوا قادرين ينشروا فكرة قديش نحن قادرين كصبايا بجسمنا وبالفكرة اللي هي موجودة إنه نحن ما عنا قوة جسدية بس قادرين ندافع عن أنفسنا، وحتى مع الحفاظ على الأنوثة وعلى طبعاً. الشكل الحلو طبعاً. يعني طبعاً الخطوات يلي عم يتعلموها هي يعني بتحدد مطارح معينة يمكن بالشارع أو أوضاع معينة ممكن تتعرض لها البنت. صحيح. فهي يعني محصورة يمكن الخطوات بطريقة الرد على المعتدي. بركي فيني فرجيك هيك كم شغلة هيك بتوضح نحنا الصورة. نحن بهيدا الكتيب هو عبارة عن يعني مثلا مثل شخص جاي من وراء تيمسكة أو لح فرجيك أول رسم هي هون مطرح ما مثلا عم بياخذ لها يحاول ياخذ لها الجزدان تبعها. كيف معقول تقدر هي ترد بأي حركة وخطوة خطوة بتحرك إجرة بترجع بتسحب الإجرة بتعمل إيدها بهالطريقة. هيدا الشيء اللي هني عم بيتعلموه طبعا من خلال الصور اللي شفناها سوا، كمان عم بيدل عندهم هيدا الدليل ليتابعوا بخطوة تانية. ممكن يكون عم بيجرب يلمسها أو يحط إيده على إيدها، كيف بتقدر تعكف له إيده وتوجعه لتلحق إذا بدها تهرب حتى قبل ما يعمل أي خطوة أخرى وما يرد عليها بطريقة قاسية، لأنه ممكن هذا الموضوع يكون مستفز للشخص طبعاً. ويصير عنيف أكثر. صحيح. كمان هون كيف عم بيحاول أنه يخنقها، كيف بتقدر تمسك إيده وترجع تبرم له إياها. يعني الخطوات اللي نحن خدناها اخترنا 16 حركة كيف هي أكثر حركات ممكن يتعرضوا لها الصبايا والشباب حتى بهذا الموقف. بس كمان نرجع لفكرة الفرق بالتربية. الصبيان بيعرفوا أنه هن بهالعمر 13-14 سنة عم بيتربوا على الرياضة العنفية، بالوقت اللي نحن قررنا أنه ندربهم على الرياضة الدفاعية يلي هي بالنفس. خليهم عندهم ثقة بالنفس انه نحن قادرين نحمي حالنا. هالكتيب وين عم بيتوزع؟ عم بيتوزع للطلاب والطالبات اللي بقلب المدارس. طبعا هي هالرياضة كمان مهمة، يعني الايكيدو اللي عمره 100 سنين وبلش كدفاع عن النفس يعني بكوريا. نعم. اذا بدنا نحكي مع كل يلي عم بيشوفونا هلا وحابين انه خارج اطار المدارس يلي انتم عم تهتموا فيها انه ما بعرف يستفيدوا من هالكتيب او من صفوف الايكيدو، بركي بنقدر نعطيهم ارقام التليفون تبعيت الجمعيه اللي بيقدروا يحكوا عليها واللي هي كمان خطوط امان. نعم. عندنا خط امان موجود ببيروت بيقدروا يحكوا عليه اللي هو 03-829-809 وبيترابلس ومنطقه الشمال عندهم 71-872-477. هدول خطوط الامان للمساعدات الاجتماعيات اللي جاهزين ليساعدوا اي سيده او اي بنت بتطلب مساعده لانه تعرضت ان كان لتحرش او شاب، اذا تعرضوا لتحرش او حتى اذا تعرضوا للعنف المنزلي او اي نوع من العنف اللي هو ممكن السيدات والبنات يتعرضوا له بهذا الايام. وبنفس الوقت بمشروعنا نحن للتحرش الجنسي نحن جاهزين كمان نجاوبهم على حيالة سؤال.
رندا ياسير مديرة مشروع معا نصنع التغيير أوقف التحرش الجنسي، أهلا وسهلا فيك بأخبار الصباح. شكرا لحضورك معنا. يعطيك العافية.